شوف الان مخاطري من عصبة قد بايعت اهل الشقاق اهل الشقاق يا سيد البشر الحزن قد اذن خاطري من عصبة قد بايعت اهل الشقاق اهل الشقاق يا سيد البشر الحزن قد اذن خاطري من عصبة قد بايعت اهل الشقاق طف على اطيافنا فيه نعشان للبتول فوق خطوات الصحاب بين أنات الرسول إذ مضوا للدفن سرا غيبوا كل دليل غيبوا كل دليل يا إمام عصر وجلي تربه بعد الأفول تربه بعد الأفول العجل العجل يا مهدي العجل 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 يا مهدي العجل واقبضت عربة وحاكي القبر بالدمع الهموش مثل ما حيدر كان باكيا في كل ليل يشتكي غدر الزمان قد أذى كل جليل قل ها أمه يا زهراء جئت من حزن طويل جئت من حزن طويل العجل العجل يا مهدي العجل العجل يا مهدي العجل وناشدها عن الغصر عن النهيب عن النار عن العصر عن اللطف وعن الباب والمسمار وعن حمل لها أهواء في تلكم الدار عن الكرام مقيودا لهم يا غيرة الباري لهم يا غيرة الباري بصبر بقيت الزهراء وقلب بالأسى منهار لدار الحزن قد لاذت على الآلام والأكدار أيا مهدي قد صدت عن النوحي على المختار أذلوها بتكذيبه
ونهر امتلكم الاشرار بصبر بقيت الزهراء وقلب بالاسى منهار لدار الحزن قد لاذت على الالام والاكدار ايا مهدي قد صدت عن النوح على المختار اذلوها بتكذيب ونهر انتلكم الاشرار ونهر انتلكم الاشرار العجل العجل على حزن المحبين بقت ويل على الأشرار تبث الشج وألحانا صداه موكب الثوار صداه موكب الثوار تأم الناس للخير تذل الكفر والكفار ويبقى دمعها سيف على أعناق أهل النار على أعناق أهل النار على حب ابنة الهادي أيا صاحين تلاقينا تشيعنا وآمنا بما قد جاء هادينا بما قد جاء هادينا فدع عن الادعاء أتت تفري أيادينا تميت السير